مقاومة للاكتظاظ بالأسواق وتصديا لمظاهر الانتصاب الفوضوي، هيأت بلدية رواد بالتنسيق مع المجتمع المدني فضاء منظما لاستغلاله كنقطة بيع للمنتوجات الفلاحية من المنتج إلى المستهلك وبأسعار تفاضلية. على كل تجربة رائدة في إطار مقاومة الاكتظاظ ومقاومة الانتصاب الفوضوي قامت بها بلدية رواد بالتوافق مع اتفاقية مع الاتحاد الفلاحين، نتمنى أنها تتعمم، نتمنى أنها تدوم زادة في الوقت حتى بعد الكونفينموم من حيث الأسعار ومن حيث التنظيم. كي نقولوا المنتج المستهلك يعني سعر الفلاح، كي نشوفوا اليوم الفلفل هنا عندنا ب 1900 واللي هو اليوم السعر في المارشي دو جرو ب 2500 فرنك، وكي نشوفوا حارة العظم ب 650 فرنك، وكي نشوفوا طزينة قنارية بدينار مش ربع ب 800 فرنك، يعني هذه الغاية، الغاية منها انه نعدلوا الاسعار الساعة في المنطقة. اتفاقية كاملة بين الاتحاد التونسي للفلاح والصيد البحري والصاحب المحل والبلدية باش نخليوها نحاولوا باش تكون متواصلة على طول. البادرة لاقت صدى طيبا لدى متسكني منطقة رواد الذين توافدوا لاقتناء حاجياتهم من الخضر واللحوم البيضاء دون ازدحام وبأسعار منخفضة حسب تأكيدهم. النظام به برشا، كل واحد بعيد على صاحبه متر ومتر ونص، به برشا ما نخافوش هكاك، والأسواق نتاع الخضرة معقولة، به يا برشا برشا الأسواق معقولة برشا، وإن شاء الله يداهم الأسواق مادوم. حارة العظام 600، اللهم صل على النبي، 650 باهي بالنسبة لتوا، باهي إن شاء الله تبقى الأسواق مكاية. وكاو الطماطم ب 2000 فرنك، والبطاطا هاي رخيصة أرخص من الخضار، وإن شاء الله يقعد لنا هكي. وبالتوازي مع نقطة البيع القارة تم التنسيق مع فلاحين متطوعين للتنقل بين مختلف الأحياء لبيع منتجاتهم وتقريبها إلى المستهلك بمقر سكناه. الشحنة باش تنقل بالتنسيق مع الشرطة البيئية، فهمني، على بلدية رواد، باش يدوروا حومة فهمني، يمشيوا للأنهج، يمشيوا قدام دار تخرج، يكون المرأة ولا الراجل يقضي قضيته ويدخل داره. تقلوا للديار معناها نوصلوا خضرة للمتساكنين في ديارهم تحت إشراف الشرطة البيئية والأمن. نجاح هذه المبادرات قد يكون حافزا لدى مختلف الأطراف لتعميمها ومواصلة العمل بها خلال شهر رمضان.